هذه اللي ان شاء الله اللي غادي يستفادوا منها حوالي 6000 عائله، نظمناها الى 4 مراحل. المرحله الاولى ان شاء الله يوم الغد تنطلق. المرحله الاولى تشمل 6 بلديات واكثر من 1000 عائله. كاين بلدية الحراش 125 عائلة، كاين بلدية بالجراح 280 عائلة، هادم يسكنوا في الأكواخ، بلدية مغارية 331 عائلة، بلدية قبة 51 عائلة، بلدية حسندي 35 عائلة، بلدية الربيبة 271 عائلة.